بلشوا الطلبات للبرجرز، فإذا حابين تحضروا معنا هالطبق في عندكم كم ساعة تحضروا الغراض. ولكن أول شيء أيدوا معي للتشيكن إيطاليان برجر. رح نبدأ أكيد بخبز الهامبرجر. بدنا صدر دجاج، رح نعمله من الصفر للبرجر. ملح بهار أسود، شوية حبق، ثوم، زيت زيتون، شوية مايونيز وشوية كريم تشيز، بيستو، موتزاريلا فريش وبندورة. أما للكولسلو، إيطاليان كولسلو، داخلها جزر مبروش أو مفروم ناعم مع الملفوف، كمان حبق وبيستو، مايونيز، ملح بهار أسود وسكر. ننتقل لللبنيز برجر. أكيد خبزة البرجر، بدنا اللحمة للهامبرجر، بقر، كريم تشيز، كمان شوية مايونيز، جبنة معزة، بصل مشوي، نعنع حلوم، بندورة كونفي ركا وبندورة طازة سلايسز. رح ندوق سوا أكيد بالتيستينج. أما بعد هالبريك رح تنضم لإلي رندا ببالانس. موضوعنا هو عن فاكهة الموسم وهي الخرمة. رح نشوف شو فوايد هالفاكهة. من بعدها رح ترجع تلاقوني بتيبس ودو إت يور سيلف مع باسكال. بريك ومنرجع. معكم بالكوكينج ومع نجد. اكيد هاي جد. هاي تمام تمام. انت اليوم في كثير حماس على الاكله. اليوم الروسات كثير مهضومه. اذا ملاحظه الانجريدينتس برجرز والبرجر، يعني اخذين برجر رح نعملها وحده ايطاليان ستايل ووحده لبانيز. بالايطاليان رح نشتغل شوي بالبرودوي الايطالي، يعني اللي هو فريش موتزاريلا، البيستو، الكريم تشيز. رح نعمل كولسلو كمان فيها حبق وفيها بيستو بقلبها. شو حلو هيك، بس بنكون عطينا الفليفر الايطالي للبرجر. هون رح تكون الدجاج. هلا رح ننقع الدجاج. تشيكن برجر ايطاليان وهامبرجر لبناني. ليش أوكي. لبناني؟ رح نحط فيها حلوم، رح نحط فيها جبنه معزه، رح نحط فيها نعناع وروكا. يامي. يعني الانجريدينتس اللي بقلب البرجر هن من نستعملهم صح. هلا رح نبلش بنقعة الدجاج اللي هي كمان كثير سامبل رح تكون. هون انا اخذ ثوم وحبق. ثوم وحبق. ثوم وحبق، شوية ملح اكيد. هندقهم. رح نمعمسهم هيك. رح ناخذ رومران كمان. نحن وعم ندق نحط شوية رومران. مش كثير، لأن الرومران بس يندق بصير طعمته كثير قوية. لكن ثوم وحبق. ثوم وحبق ورومران وملح. هيدي رح تكون نقعة الدجاجة؟ نقعة الدجاج، ما رح ندقهم كثير، رح نتركهم خشنين هيك. اوكي. رح ناخذ شوية زيت، هون أنا عامل زيت مع حبق كمان. ورح ناخذ شوية زيت كمان مع رومران. قد ايه بضاينوا هولي؟ بضاينوا. ولا؟ ما بيعفنوا؟ نية. لا. الحبق كنا امبارح عم نحكي عنه. عاملينه يعني سالقينه بمي تقريبا 10 ثواني. اوكي. وراجعين منشفينه، اكيد مسقينه منشفينه ومسقطينه بقلب القنينة. اها اوكي. هيك ما بقعد يعفن بقلبه. مش ني كليا. اوكي. هون تقريبا هي الخلطة رح نحطها على جنب. بدنا ننقع ديركت هلا الدجاج. صدر الدجاج هون رح ناخده نقصه بهالشكل. اوكي. هاي رح ننقعها، رح نطبخها اخر شيء مثل ما هي وتطلع بالخبز يعني مثل ما هي. اوكي، سو هيدي وحده. فبلكي بنصغره شوي لما يطلع كثير منا برات ال دوايرة الخبزة. دوايرة الخبزة.
الدجاج بيزم مثل اللحمة؟ بيزم بس مش قد اللحمة أكيد. هيدا تالت شقفة. هلا هول منصغرهم شوي كدويرة. مزبوط. مثل هيدا منشيل هولي. اوكي بلكي هاي كمان. التشيكن برجر عادة لما ناكلها من المطاعم ايه؟ بتكون بس صدر او بيكونوا بتنعمل هي احسن تكون صدر. هلا ايه؟ في ناس مت شو صار معي انا هون طلع لفت اوفر بيطحنوهم بيرجعوا بيعملوهم بالفرن. هو الاحسن تكون صدر اكيد. اوكي في منهم بيعملوه بانيه كمان بس المستحب انه ما تكون بانيه لانه بالنهايه عم بتحط دجاج مع خبز بترجع تزيدي له كعك صار كثير ثقيله. هلا شو رح نعمل؟ رح ناخذ هاي كلها. إذا ملاحظي أنا ما نعمت التوم وما نعمت كثير الأعشاب. هاي بديحة. هون رح نزيد شوية بهار على العيون قبل ما نقلبهم. عارفه شو رح زيد لهم بعد هيك شوية حبق خزقهم فوقهم. هلا اللحمة أنا جايبها خالصة. مرة عملنا حلقة عن اللحمة إذا بتذكري من فترة. صح. هلا بنحكي عنها كمان بس للي ما شاف الحلقة. أوكي. هون لكن رح ناخذهم بهالشكل. هلا اكيد رح نحط شوية ملح. انا حاطط بالزيت بس رح نزيد لهم على تاني ميلة. قد ايه وقت فينا ننقعهم للدجاج؟ الدجاج لازم ينقع يعني هو قبل بليلة احسن. او اذا بننقعه الصبح بناكله عشية. اوكي. هون ما في شيء اسيد؟ لا. تركينه مثل ما هن. اوكي. هون بس بعد بدنا نحط رشة بهار وملح هاي الميلة وخلص. هيك بيكون الدجاج. هيدا سكر دخل؟ هيدا سكر. سكرتك رح تتحط منه. اوكي خلص. هون رح ناخذهم ونحطهم بالبراد هلا. اوكي. نطبخهم اخر شيء. هلا اللحمة تينا. لحمة خالصة. لحمة خالصة بس رح نقول كيف انعملت ومن شو. اخدين لحمة بقر باط بقر مطحونة ومحطط لها يعني على الكيلو 10 جرام على الكيلو 10% دائما 10% دهن فات. اوكي يعني هون حاطين 100. اوكي وعاملين اخدين بصل فرمينه ناعم طبخينه بالزبدة ومسقعينه طحنين اللحمة خلطين اللحمة مع البصل مع الملح مع البهار وها هي كلها. اوكي رجعين عاملينها بهالشكل. اوكي كمان هلا رح نحطها بالبراد. اورايت تنبلش بالسبريدز نبلش بغراض البرجر. سو لكن للايطاليان برجر مدخلين بيستو وفريش موتزاريلا. مزبوط وعاملين طماط كونفيت. حلوين هولي كيف معمولين؟ هون اخذين بندوره سلقينها تقريبا شي 10 ثواني. سلقينها؟ مسلوقه 10 ثواني بس لتتقشر معنا. اوكي. ورجعين مقشرينها وقصينها اربعه. سلايسز؟ اربعه. قصينها اربعه لطالع هيك ودج منها. رجعين حاطينها على الصينية. مزبوط مفضين لقلبها مفوتينها على الفرن مع ملح وبهار وزيت واوريجانو وثوم تقريبا على حراره 70 او 80 شي ساعتين ثلاثه. ايه اذا بتلاحظيها منشفه بس بعد فيها جوس يعني. ايه طيب هات لنبلش بالسبريدز. اوكي رح نبلش بالايطاليا. رح ناخد مايونيز. اليوم ما حدا يسألنا عن الكالوريز وهالأخبار. لا يعني أسئلة رح تكون مش محلها اليوم. مش وقتها اليوم نفكر بالكالوريز. أوكي مايونيز كريم تشيز
اوكي رح نحط بيستو. لكن بلشنا اول شيء بنقعه صدر الدجاج للتشيكن برجر ايطاليان تشيكن برجر. نقعناها بحبق ثوم زيت زيتون ملح وبهار اسود حطيناهم بالبراد. رجعنا عملنا سبريد هون هاي مايونيز كريم تشيز وبيستو ذاتس ات مزبوط اكيد وملح وبهار. اوكي هلا هون عم نعمل الكول سلو صح ولا ندوقها؟ اكيد رح نعمل الكول سلو التراديشنال اللي هي ملفوف. شو يا ويلي هلا بعمل ساندويتش منها هي. هيدي فيها مايونيز كريم تشيز وبيستو هيدي هي كل الخبريه. هيدي هي فينا نعمل كثير اشياء فيها 100% بتنعمل كذا سبريد لكذا ساندويتش. فينا نعمل دب منها ها. هون انا عم بفرم الملفوف تينا بزياده رح اخذهم. بتعرف مين كان حبها هاي البير؟ بدي اقول لك غرام والمايونيز دقي له بيجي هلا. جزر رح نفرم له شويه جزر بقلبها هيك شوي خشنين. لكن الكولسلو دائما ملفوف وجزر وملح وبهار ومايونيز ايه وسكر سكر بنحط للسويتنس تبع الجزر يضل بقلبه. اها اوكي هلا اليوم رح نعملها هي زيتها بس الفرق الوحيد هو انه رح نزيد لها بيستو ورح نزيد لها حبق. يامي رح تطلع هلا شوفي شو رح يطلع Italian. رح يطلع لونها كمان تريبو. لما نعمل هيك سبريد زجاد قد ايه بتضاينوا بالبراد؟ بتضاين منيح يعني مينيموم تقعد 4-5 ايام ولا لو ما فيها بيستو بتضاين اكثر. لو ما فيها لانه مايونيز محطوط بالبراد بضاين بس لانه فيها حبق وفيها صنوبر حبق هو لانه اكيد خاصة. اوكي هون لكن هلا مثل ما قلنا بنحط دائما سكر بالكولسلو للجزر. أنا بحب الكولسلو تكون تشة كرمال هيك رح نزيد مايونيز مش ديريكت مخلوطة ايه فلا نعملها قبل بوقت يعني. شو رح أعمل؟ رح أخذ هول الزيتات كمان. ايوه هول فيهم النكهة هول القصة كلها فريش؟ شوي صغيرة خليني أنا أفرم ايه بزيادة رح أخذ شوية حبق نفرم حبق بقلبها بنخلطها بالإيد أحيان؟ ايه هلا بنحط كف بإيدنا اوكي وبنخلطها نحط كفه بكفك. بدك تخلطيها انت ولا لا؟ لا لا جو اهيد. شو بدنا بعد؟ ملح وبهار. اذا بدنا نعمل كول سلو وناكلها دغري بنحط لها ملح. اذا بدنا نعملها وناكلها بعد وقت شوي بنترك الملح لاخر شيء لانه دغري بتبق ميتها. اه اوكي الملفوف والخضره على الملح بتبقى المي بتصير كتير ليكويد. هلا وفينا نعمهم على المكنه نو شو هن الملفوف والجزر ايه كمان اذا بدنا هون نعملهم يعني صح هلا هي حلوه هيك تطلع شوي خشنه مش كتير. لما نحط مايونيز ما بنحط زيت دخلك؟ لا لا ما بحاجه ما هو في زيت بقلبه فيه زيت كيف بدنا نرخيه اذا عم نعمل شيء دريسنج او بدك ترخيه بالليكويد اللي انت عم تعملي فيه دريسنج يعني ان كان حامض ان كان خل ان كان اورنج جوس ايه لا الزيت بشده اوكي دائما الزيت اذا عم تعملي دريسنج هو الزيت بشد والليكويد اللي عم تحطيه برخي. اوكي حط لها شويه مايونيز بعد شو رايك؟ نخبصها على الاخر يلا انا بحط لك شو رنا؟ اذا عم تاخذ برأي رنا كارثه كلنا بنزيد 10 كيلو مثله. هاي خلصت شايفه كيف طلعت؟ هيدي جوزيف انت كنت بدك تعطي نفس الملاحظه لانه راسي على راسك. اوكي
هون لكان كل سلو خلصت حطها هون كمان فينا ندوقها كمان مع سبريد كمان خلصت هلا المونتاج اكيد رح نعمله اخر شيء رح نعمل سبريد تبع تاني برجر اللي هي لبناني شو عظيمه حبيتيها دوزاج السكر بيرفكت هيدا لان انت حطيتيه فكرتك نسيت اوكي هلا هون رح نخلطها على المكنه لانه الجوت تشيز ما رح تنعم سبريد لتاني لللبنيز برجر صح بدك نبلش نشوي لحمه ودجاج او شو يلا بس نخلص هون في وقت في وقت اصلا رح نفوتهم شوي على الفرن شو هن رح نعمل رح نشوي شوية دجاج بمقلاية نرجع نحطه بالفرن تستوي صح نعطيها اللون يعني بالمقلاية مثل العادة اوكي شقفة جو تشيز بحك الشفرة جوا الشفرة جوا هون رح نرجع نعيد للمشاهدين لكن حطينا المشاهدين ما كتير عم يطبخوا حطينا مايونيز مايونيز كريم تشيز وجوت تشيز جوت تشيز جبنة نعازة هلا هون شو رح نعمل؟ رح ناخذها نفرم لها شوية نعناع بس مش على المكنة ليه؟ لأنه بدي يبينوا تكستير بقلبها مش تطلع خضرة اوكي تطلع أبيض وأخضر يعني نقط بقلبها سو هيدي للبرجر اللبنانية هي للبناني رح نفرم لها شوية نعناع فينا ندخل لبنة معزة مثلا؟ فينا بدال الجبنة لبنة أكيد بدال الجبنة والمايونيز اساسي تا يكمشها مايونيز ايه ليعطيها التكستير تطلع الكريمي اوكي والكريم تشيز كمان 100% نعناع ما رح نكتر كثير لانه طعمته قويه خصوصا هلا بس ينزل بالصوص خلص هو تفضلوا واو شو حلو الملمس شايفه على المكنه كيف صارت كثير كثير حلو الملمس نايس قد ايه كميات دخلك بين المايونيز الكريم تشيز والجوت تشيز؟ تقريبا حطينا قد بعضهم قد بعضهم؟ يعني ملعقتين 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 هيدي بتبقى بالبراد هيدي بتبقى بس قبل ما نحط نعناع فينا نعملها نضبها وبس بدنا نستعملها اوكي نحط لها النعناع اكيد شوية بهار ملح مين حابب يجي يدوق عنا اليوم؟ تشيكن برجر وهامبرجر على اللبناني انا عم بعطي فرصة لحدا يجي يتغدى معنا عندكم قد ايه عندهم وقت جوزيف؟ قد ايه عندهم وقت يوصلوا لعنا ايه؟ في 20 مينوت؟ ثلث ساعة؟ انا عم ببعت عزيمة ببليك يعني قال هلا بيطبوا 100 100 على الاستوديو نهرب ساعتها اول شخص بيوصل لعنا على الان تي في بيطلع بيدوق نقطه صغيره لا بس انا بعرف كثير من المشاهدين بيتصلوا فينا قاعدين بمنطقه النقاش سو عن جد اذا ما عندكم شيء اهلا وسهلا فيكم الاكيب كله تحت بالرجي رح يتاهل فيكم نقطة زيت حطينا حلوم هلا الدجاج واللحمة رح فوتهم على الفرن تحت الهواء اساسا نشوي الحلوم 100% لحتى جاد كثير قتلتنا مش بايدي تينا مش بايدي هلا شو رح اعمل انا بهالوقت؟ ما بدي اعرف شو رح تعمل رح اخذ لحمة ودجاج حطهم بالفرن بنكون نحن نفس الوقت تحت الهواء بنركب البرجر بنرجع بندوق هلا رح نشوي عن الفريش موتزاريلا قاعده هونيك فريش موتزاريلا رح نحطها نية ايه شو هلا على التيستينج هيدي الشغله وين تبعها وين رح نحطها بقلب البرجر هنقصها 100% مع هالبندوره والكولسلو والدجاج اوه ماي 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 شو يعني بدنا نعمل كثير شيرنج تندوق اليوم اليوم رانيا بدك برجر لحالك كرنفال البرجر اليوم رانيا شو بدنا نعمل؟ عملنا بريك طب رح ناخذ بريك لكن نرجع على التيستينج اوكي اللحمه بتكون انشوت والدجاج انشوى بدل خمس دقائق او سبع دقائق بنرجع بنحط كل شيء مونتاج نعمله بالتيستينج بلكي ايه بالتيستينج بنفرجي المشاهدين اوكي رح ناخذ بريك وبنرجع نشوفكم على التيستينج
حطيت السفرة؟ وين رانيا؟ ما بتقومي غير لتنحط يعني. شو؟ ما بتقومي غير لتنحط؟ يامي. شو عم بيصير؟ خلصنا كل شيء. اوكي. هلا الدجاج واللحمة حاضرين؟ ايه الدجاج واللحمة حاضرين؟ الدجاج واللحمة، يلا. واو. دجاجة. هون حطينا سبريد. الإيطاليان سبريد اللي دخلها البيستو. تينا عم بيجربوا يلهوني لحتى ما أكل معكم بس ما نجحت الخطة. رانيا ما بعرف شو بدي أقول لك. ولا أنا بعرف. رح أخبصها على الآخر. أنا يعني أنا ما في شيء ما دقته إلا البرجرز أكيد، بس مش عم بقدر أعطي ولا تعليق. كول سلو بجنن. هيدي السبريد بتاخذ العقل. حتى فهد عم بيقول من بعيد. بفتكر تينا اني رح اعتذر من امي اليوم لانه وعدتها اني روح اتغدى لعندها. شو عامل اكل؟ ما بعرف. بس بغض النظر لازم تساليها اذا اكله طيبه. بغض النظر اكلات الام ايامات هيك بنركع لهم. سوري راشيل مش رح روح لعندك اليوم. هون عم حط طماط كونفيت وهلا موتزاريلا. او ماي جاد موتزاريلا فريش. فريش موتزاريلا. ويلي بعد ناقصنا تيكت على ايطاليا جد. هلا رح نحط كمان سبريد باستو. نفس السبريد اللي حطيناها على التوب. هيك بنكون خلصنا اول وحده. اول وحده قد عنا وقت تيستينج؟ 20 مينت؟ شي ثانية هلا بيعطونا. شو 4 مينت؟ يلا 4 مينت. هون رح شيلهم على الصحن. شيلهم وانا بقول لندلش جد. شو اوراق؟ بدي اقص لنا اياهم اكيد بدك تقصهم. يلا. بتعرفي شو رح اقص لكم هاي؟ بكون انا عم بعمل ثاني وحدة. صح. ايه فولا. ديل؟ ديل. قد ايه بدك تقصها؟ شي 3 4 4 بيسز. هاي بدها تتاكل يعني بالايد هلا. شو لكان خوفك علينا؟ طبعا ما عندنا اي مشكل بالموضوع. بس لما يكون في كلينك. دقيقتين تندوق تو برجرز حرام عليكم. مش معقول. يلا رانيا بلشي. يلا ها جيب لك بافات. الله يستر. تنشمم. ثاني وحدة. رح ناخذ اللحمه. شايف شو عملت فينا؟ بس تنظبطها جوا. رح ناخذ معقول بندوره. هون عندك الحلوم المشوي. طعمه الباستو كثير بتطغي على الاكل. واو كلهم عم بيقولوا لك صحتين ملاحظه. كثير كثير طيبه. شو بعد هون ما حطينا؟ روكا. هيدي ايطاليان برجر، هيديك لبنانيز هيك بنفهم. كرم عينكم. واو شو تينا؟ تعقد. يامي. هلا هاي لازم تدوقها كمان. انت وسرعتك. روكا. انا ها خلصت. سرعت وسرعتنا بالاكل. كل ما انت بطأت كل ما هن انبسطوا تحت لانه نحن ما رح يطلع لنا شيء. تري بون. تري تري بون. جوزيه بده اكسترا روكا جد. يبعثوا لنا الاوردر على ورقه. يلا بنقص. يلا قص. نحن ريدي. هيدي دخلها جبنة معزة. صح. وفيها حلوم. فيها حلوم. أنا وعين جبنة. اللي مبين الظاهر هو الحلوم. اللي المعزة داخلة بالسبريد. يلا. يلا ها.
انا بدي ذوق معكم كمان. شو طلع؟ بتاع الذوق. شو رانيا؟ طعمة اللبنانية واضحة مبينة بين الحلوم والجوتشيز. نعم نعم طيبة وكتير فريش مع الخضرة يلي بقلبها شيف. سلم ايديك ميرسي. صحتين بتجنن. بس بين هاي وبين هاي ايها بتفضلي تينا؟ يعني صعب يعني عم بتخزقني بين اثنين. صعب كل وحدة نكتها شينا. أنا إذا بتعطيني هيك أنا بعمل شيرينج مع شخص تاني. أنتو لي دو مون كور بالونس. إيه فوالا سي سا. تري بون. لا صراحة ما فيك كثير تقارن. لا كثير مختلفين. كل وحدة نكهتها مختلفة كلياً عن الثانية. وكل وحدة نكهتها كأنه جاية من منطقة معينة يعني واضح النكهات. أنا برأيي بدنا نلاقي حل لرانيا هيك ما فينا نكفي. شو الحل؟ ما بعرف. شو الحل لإلي؟ هلا بعد التيستينج. باخذهم كلهم معي يعني قصدك؟ وباخذهم عند لا هذا ما حل. تزعل. هذا مشكل بيصير. مشكل هون ما رح ينحل ابدا. جننوا. بعدين شغلة بدي أعلق عليها هي الدجاجة، إنه قليل ما بناكل برجرز وبتشوفي إنه صدر الدجاج هو صدر دجاج. صحيح يعني مبين يعني كثير نظيف وكثير نقعته كثير ساب ما عجقنا، خلينا طعمة الدجاج مبينة وشوية أعشاب وشوية توم وحتى ما كان في لزوم ندقها. فتحتها أنا بس ذاتس إت ما اندقت. فيري فيري جود. ثانك يو جاد. ميرسي كثير. مشاهدينا رح ناخذ بريك، من بعدها رح تكفوا مع رانيا بي الايف. انا بلاقيكم نهار الخميس. باي.